عشان كده قلت الموهبه. حضرتك قلت مع كابتن مصطفى دلوقتي يعني ما اتكلمتش، ما فيش موهبه في مصر دلوقتي. ليه تختلف ولا تتفق مع كابتن مصطفى على علاقته بالنادي الاهلي لما يجي يصرح لو اختلف في حاجه لو بتاع؟ الكابتن مصطفى كابتني وانا كنت بتفرج عليهم، وحضرتك جبت اهداف دلوقتي موجوده. لو رجعتها تاني اوري لك نفسي وانا في الاستاد بلم الكور معاه في زي الاولاد دي، وهتلاقيني جاري على الكابتن خطيب وهو جاب الجون. فدول بالنسبه لنا رموز كبيره، رموز كبيره، بس كل واحد ليه شخصيته. رد عليا انت كابتن، خدتني يمين ودخلتني شمال وديتني شبرا ولففتني ورجعتني. مش بص بقى الاهداف دي، بص الكابتن محمود الخطيب لو تمام. لو الساده المشاهدين بص للاهداف دي، في ولاد بتجري ورا الكابتن محمود الخطيب. دي فرقتنا احنا، ودي وانا واحد منهم. تمام، تختلف يعني ولا تتفق معاه؟ لا بختلف معاه. تختلف معاه طبعا. ليه بقى؟ دي وجهه نظر كابتن، كل واحد عنده شخصيته. بص يا كابتن، كابتن مصطفى كل كلامه عن النادي الاهلي وبيدافع وابن النادي الاهلي. اما اجي انا ابقى في صدام او في سوء تفاهم بيني بين انا وفلان، او مش عايز اقول اسماء، ما ينفعش ان انا بقى ابقى هجوم على النادي الاهلي. دلوقتي الشارع المصري، ويمكن انا دلوقتي سامع الحلقه، الشارع المصري الكابتن مصطفى مظلوم، لان في هجوم عليه شديد جدا، لان صراحته ده اللي انا بقوله بقى لحضرتك، في حاجات ما تتقالش، صراحته عاليه جدا، انتمائه للنادي الاهلي اعلى من اي حد كمان. هو حاسس كده، هو حاسس النادي الاهلي زي ما قال لحضرتك. سيبك من هو حاسس ايه، انت حاسس ايه؟ في حاجات ما ينفعش تتقال طبعا. ما ينفعش يتجرح في اي واحد، من حتى لو هو على اختلاف مع الكابتن الخطيب. كابتن الخطيب دلوقتي راجل رمز من رموز النادي الاهلي، صح، فخر لكل عربي وكل افريقي. ماسك النادي الاهلي، يبقى احنا طالما حبنا في النادي الاهلي يبقى لازم نسانده، لازم نشيله على دماغنا من فوق عشان خاطر النادي الاهلي، وما نجرحش في اي حد. ده انا وجهه نظري كده، انا صح. بتعامل مع كده، بس وجهه نظر تحترم، صح. ما اصل خلاص ابينا او اشقنا، الكابتن محمود دلوقتي رئيس النادي الاهلي. خلاص انت شقلبتها، شئنا ما بينا. شئنا وما بينا، يلا معلش مشكله يا يعني. كابتن دبيتك انا وضع الصوره دي، ده لما بيتي بقى خلاص. فهو دلوقتي بيقود المسيره بتاعه النادي الاهلي خلاص. يبقى احنا معاه كلنا كاولاد النادي الاهلي، احنا اتربينا في النادي الاهلي. كلام محترم. من 9 سنين لغايه ما بطلنا، لغايه ما دلوقتي موجودين. لغايه ما هنموت هنقول احنا اولاد النادي الاهلي، بس مش هنفضل نقولها على طول على طول عشان الناس ما تزهقش مننا. ما هو في ناس ثانيه برضه ولاد النادي الاهلي، ما فيش حد بيطلع برضه يقول ولاد النادي الاهلي ولاد الاهلي، فاحنا عايزين برضه نهدى شويه. صح، بس ده انا وجهه نظري الشخصيه. بس وجهه نظر تحترم.